Dylan, nice to meet you. إدارة مهرجان كان للسينما تعلن عن اختيار المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ لترأس لجنة تحكيم المهرجان في دورته 66 والتي ستقام في شهر مايو أيار المقبل. المهرجان الذي يعد من أعرق مهرجانات السينما في فرنسا والعالم ترأس لجنة التحكيم فيه العام الماضي المخرج الإيطالي ناني موراتي، كما عادت جائزته الأولى السعف الذهبية إلى فيلم أمور للبلجيكي ميكائيل هانوك. يشار إلى أن سبيلبرغ البالغ من العمر 66 عاما شارك بعديد الأفلام في مهرجان كان، وقد نجح فيلمه الأخير أبراهام لينكولن في الفوز بجائزة أوسكار في حفل الأوسكار الأخير بلوس أنجلوس. Now in bondage, but of unborn millions to come.